فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وإذا أعجبك الفيديو اضغط لايك. الحين عقب ما مسكنا الشارع خلونا نروح عند الإشارة ونشوف شلون نتعامل مع الإشارة. طبعا عند الإشارة كل ما يكون التعامل نظامي كل ما حميت نفسك من لا سمح الله الحوادث. قلت الحين أنا ألف على اليمين صحيح عشان أرجع ريوس. شوفوا شلون السيارة قريبة عندي، لازم أنتبه لها لأن قاعد أنا ألف عليها، ممكن أني أسحب فيها شوي شوي. الآن أنا بمسك مساري ألف في السكان، شو أسوي؟ ولعي الإشارة. أنت ما بتلفين بس احتياطا عشان اللي ورا يشوف الفلاشر. مشيت الحين أنا في الطريق، أوكي؟ أنا لازلت مختار أطرف أقصى اليمين، أوكي؟ شوف شلون ثلاث خطوط، أنا اخترت أقصى اليمين وأنتبه من السيارات اللي على يميني للي ممكن لا سمح الله واحد بيرجع ريوس يضربني، فانتبه. مش مثل ما تشوفون الخطوط الصفرة ذي وقدامي هذا عبور مشاة، إذا في أحد بيمر في القانون الأولوية للي يمشي على رجوله. هذه اللوحة تعني ممنوع الدخول، يعني الشارع هذا اللي على اليمين ممنوع، الحين أنا ممنوع ألف يمين وأدخل فيه. اللي جاي ها شوف الحين ذا ممنوع، هذا الآن مخالفة تعتبر المفروض بناء على ذي. بخصوص الإشارة الضوئية، الإشارة اللي احنا نقف فيها خضراء حمراء برتقالية، في تنبيه جدا 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 مهم. بما أنه ما عندكم خبرة يا البنات، إذا افتحتك الإشارة ما يعني أنه خلاص امشي وتوكلي على طول سيدة، لا لا انتبهي، طالعي يمينش وطالعي يسارش، لأن في ناس تقطع الإشارة، وبالذات في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في آخر الليل أو في أول الصباح أو التقاطعات الكبيرة، ذي هالأوقات وهالمكان يكون جدا مغري حق المستهترين، إنه يجيك مسرع ومهبع لا سمح الله يعرض حياة الآخرين للخطر. وبعضهم انتبه حق هالنقطة، بعضهم حتى في أي تقاطع يصير الإشارة توه بتطفي عنده يقوم يدعس يسرع عشان يبي يلحق عليها، لا سمح الله أنت تطلعين أول واحدة يضرب فيك، وذا جدا خطر. وأنا بعيني شفت قبل شهر كذا نفس الشيء، واحد يبي يلحق عليه إشارة وطفل مر بسيكل، والله قدام شفته طيارة فوق طفل مسكين ومات الله يرحمه، لا حول ولا قوة. نموذج آخر، لو أنت واقفة الآن شوفي الآن يمين جدار وفي على يسارنا سيارات جاية، أوكي؟ انت بتطلعين شو تسوي عقب ما تحطين طبعا على الدي، تلفين السكان، لا تمشين، لفي السكان يسار ودقي اشاره، اوكي؟ لا تمشين، صبري، طالعي المرايه وايضا طالعي الشارع، طالعي شوف شلون السيارات بتجي، اوكي؟ عندنا نموذج هنا، شوفي هنا، شوفي في اشاره، في شارع على اليمين وفي شارع ينحني اليسار، انا بروح على اليمين، اوكي؟ اظل في المسار اللي على اليسار، انتبهي اللي على اليسار، ما اروح اقصى اليمين في هالحاله لان في سيارات تمشي. شوف الحين تجي السياره وراي وانا مخفف، شوفي 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 الحين جات سياره، شوف شلون، لان الطريق لها وانا اللي داخل عليها. هاللوحه ذي تعني ان الخط اللي انت فيه يوديك سيده مسموح، ومسموح لك تلف على اليمين في هالخط ذا، شفتوه؟ اوكي. اللوحه الارشاديه ذي تعني ان بي يعني باركنج يعني موقف، يعني قاعد يقول لك ان في هنا مواقف على يمينك تقدر توقف فيهم متاح ولا بشيء، تقدر تسوي يوتيرن. هذا واحد. اللوحه اللي تشوفونها ذي يعني يقول لك مسموح انك تديور تسوي يوتيرن، اوكي؟ تقدر تسوي يوتيرن مسموح لك، ولا عندك قيود لا باشاره. في هنا لوحه ارشاديه تشوفونها سهمين نازين، واحد يروح يمين واحد يروح يسار، هذا قاعد يعطيك معلومة بأن الشارع هذا تقدر تروح على اليمين وتقدر تروح على اليسار، مثل السيارات اللي الآن لفوا على اليسار اللي هم ذليه. شوفوا هالحين أنا جاي من شارع فرعي وشوفوا يسار في حواجز صح؟ فالمفروض أن أنا أمشي على المسار اللي أنا فيه إلى غاية ما يصير عندي مجال، هذا صار مجال، رحت يسار مع الأخذ بالحسبان أنك تدق إشارة، دقيت إشارة أخذت مساري ذا، أوكي؟ الآن أبدأ أنعطف على اليمين عشان أرقى الكوبري والإشارة تشتغل دائماً. انتبهوا أنها أهم نقطة، الخطين اللي تشوفونها الآن على اليمين وعلى اليسار ذلي يسمونهم خطوط الكتف، تدوس عليهم تمشي عليهم غرامة 1000 ريال، وإذا كنتي تختبرين في المدرسة راح يرسبونك مباشرة، ما فيها تسامح. الآن أنا ماسك أقصى اليمين وفي خط في الوسط وفي خط في اليسار، أنا بمشي على الراحة. أكرر، الخطوط اللي في الأطرف على اليمين ذي يسمونها خطوط خط الكتف، تدوس عليها غرامة 1000 ريال. أنت الحين مسكتي الخط وقاعدة تمشين سيدة، أخذي المسار الوسطي، دائما الوسطي مفضل لأنه
يعطيك حرية ويبعدك عن المضايقات. طيب في نقطة مهمة، انت الحين قاعد تمشين وفق السرعة النظامية اوكي، بس لازم وإلا، وانا الحين قاعد امشي لازم وإلا احيانا يجيك واحد مسرع ويقبس عليك وهرنات وانوار واخر يمين واخر يسار كأنه هو شاري الشارع. لطالما انك ماشي نظامية بالسرعة النظامية خلي يرقى راس الجدار مالك من، ما راح يصدمك. الآن أنا ماشي في مسارية أوكي وقاعد أمشي على النظام. طيب في نقطة ذكرت بس بحب أكررها، دائما إذا في القيادة لا تحضنون السكان ولا تبعدون عن حيل، خليكم مرتاحين أوكي. طفى انتبهوا، هذا كاميرات السرعة اللي شتوها في الخطوط. طبعا أنا مو برايح في خط بين الدمام والخبر، يعني الموظفات ممكن يستفيدون من، على كل حال دائما ليش انا اقول خليك في المسار الوسطي، اللي على اليسار دائما اللي يسرعون 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 يروحون اليسار، واللي على اليمين لهم الشاحنات والحافلات، المتوسط والمتوازن خليك في الوسط. الحين انا في مساري صح، وشوفوا في سيارات على يساري قاعد تجي لان خطها الرئيسي وانا الفرعي صح. وصلت الحين الخط، انا اظل على ما انا عليه في مساري اللي هو اقصى اليمين، والسيارات اللي جايين من اليسار اللي هم خطهم اساسا هو، انا اظل على ما هو عليه. انفتح الخط بس انبه بان قيادة السيارة تعتمد 95% على التركيز. دائما وانت تمشين دائما باستمرار طالعي المراية اللي على اليسار، المراية اللي على اليمين، المراية اللي فوق، انتبهي من كل المسارات. عادة المشي الطبيعي مثل ذا يعني مرسالك ما عندك مشكلة، على لوحة فيها رقم وذي هذا معروفة بالنسبة لكم، فيها كاميرا ورقم اللي هي ذي يقول لك السرعة 110. لما نشوف رقم 110 أو 120 أو 80 وفي صورة كاميرا في اللوحة الإرشادية مثل اللي شفناها، هذه يعني أن الطريق مراقب بالرادار، لو تعديت السرعة عليك مخالفة. عندنا نقطة مهمة، الآن في سيارات على اليمين تلاحظونهم كلهم جايين على اليمين، شوفوا شلون. انزين أنا أبي أخذ المسار لأقصى اليمين عشان أبي ألف، انزين أدق إشارة يمين أوكي، وأطالع في المراية اللي على اليمين، أطالع في المراية اللي على اليمين أتأكد ما في أحد، فسح لي المجال هنا، يلا أبدأ الحين أخذ يمين. شوفوا الحين أنا قدامي الونيت تويوتا، أبدأ أخذ يمين بعد ما أتأكد من المراية اللي على اليمين ما في أحد، والعكس صحيح، لفيت على اليمين أوكي. ملاحظة مهمة، إذا جيتوا في الشارع بتلفون يمين أو بتلفون يسار أوكي. دائما مشكلة، حلوة تكرار دائما، مشكلة النقطة العمياء متى تكون خطورتها؟ لجيت تلتف يمين أو تلف يسار، والأعظم بعد إذا جيت بتلف يمين وفي مسار على يمينك، يعني سيارات جايين وانت بتلف يسار، هنا النقطة العمياء جدا خطرة. اللي ما شافوا حلقاتنا السابقة يسألون شدي النقطة العمياء، النقطة العمياء هي المساحة أو المكان اللي ما تغطيه المرايات الجانبية، المرايات الجانبية ما تطلع لك كل شيء، فالمكان والمساحة اللي ما تطلعها المراية هذه يسمونها نقطة عمياء، وذي يحتاج تتوخين الحيطة والحذر. علما يبيعون مرايات صغيرة مقعرة موجودة، ذي تطلع لك مسافة كبيرة ممكن تستفيدين منها. ما عليش أكره النقطة، شوفوا هنا الحين ذي عندنا لوحة مشاة، هذا هنا ذا معبر مشاة، دائما معبر مشاة قلنا الأولوية للي يمشي على رجوله، الأولوية لازم توقف له. بالنسبة حق خط الكتف اللي دائما نذكره ونقول انه ممنوع، حتى في الاختبار في المدرسة يرسبونكم عليه، هل يشوفون وراي هالخط الأصفر ذا؟ طبعا في كل دول العالم ممنوع انك تدوس عليه لأنه هو مسار طارئ وكذا كذا. خلنا أصورك، شفتوا الحين هذا مسار، هذا الشارع أوكي، هذا هالخط ذا الأصفر هذا يسمونه الكتف. المرور بقدر يشدد عليه، عليه غرامة 1000 ريال، مخالفة 1000 ريال اللي يدوس على الخط الكتف. احنا الحين واقفين عند إشارة، في عندنا لو تلاحظون مسار على اليمين أوكي، هذا تمشي فيه وتمشي ما تلتزم بالإشارة ولا تلتزم بأحد ولا عليك مخالفة أوكي. لكن لو بتلف من بعد الإشارة، شوفوا الحين الإشارة مسكرة صح، لو بتلف من بعد الإشارة على اليمين لازم تلف مع الإشارة، أما هالطريق ذا ما يحتاج أنك تنتظر الإشارة، يسمونه انعطاف على اليمين. اللوحة ذي تعني ممنوع الوقوف والانتظار قطعيا، لا توقف ولا تنتظر، امش على طول. اللي هو شوف الحين اللي قاعد
جنب الرصيف، يعني لا توقفين ولا تنتظرين، امشي، ممنوع منطقة ذي مشي. وهاللوحة تعني ان امامك مطبات. هاللوحة ذي البي عليها شخطة، يعني ممنوع الوقوف هنا، يعني كان يقول لك تنتظر انت في ما يخالف بس ما توقف. إذا كنتم ترون بأن هذا الفيديو مفيد أكون لكم من الشاكرين إذا نشرتوا ونقلتوا لكل من تعرفون وفي السوشيال ميديا. كل أربعاء عندنا درس عن تعليم القيادة اليوم الأربعاء إن شاء الله، وكذلك يعاد كل يوم أحد، كل يوم أحد في الليل يعاد نشر هذا على السناب وعلى كذلك الإنستغرام. ولكم جزيل الشكر، وأعتذر مرة ثانية على الإطالة، أخوكم مصطفى أبو محمد لخدمتكم. موسكو.